قال المصنف رحمه الله: باب أو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أنه كما أن من التوحيد صرف العبادة لله وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة وحده، فكذلك الذي يشرع الأحكام هو الله وحده لا شريك له. فالتحليل والتحريم من حق الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. طيب، فمن الشرك ومن الكفر أن تطيع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، يعني شيء الله يحرمه يقول الشيء ده حرام، يقوم علماء يقولوا الشيء ده حلال. أنت لو أطعت هؤلاء العلماء فقد اتخذتهم أربابا من دون الله تعالى. وهذه المسألة زل فيها أقوام ووفق فيها آخرون، وتلخيص أحكامها في ثلاثة أقسام عشان المسألة ما تضطرب عندك. التلخيص بتاعها في ثلاثة أقسام، وراجع كتاب إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان تجد هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول: أن يعلم العبد أن الله حرم هذا الأمر ثم أحله فلان من العلماء أو الأمراء، فيطيع فلان هذا العالم أو هذا الأمير في خلاف حكم الله تعالى، معتقدا صحة ما ذهب إليه هذا الأمير أو هذا العالم. يعني الله مثلا يقول الخمر حلال، الخمر حرام عفوا، الخمر حرام، يقوم عالم من العلماء يقول الخمر دي حلال، ما في شيء. تقوم انت تقول حكم الخمر دي حلال، ليه؟ لأنه العالم الفلاني قال حلال. يقولوا لك لكن حكم الله فيها التحريم، تقول هاي أنا عارف حكم الله لكن ده ما عالم وحلل يبقى هي حلال، فهذا كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام. ده القسم الأول، أن تعلم حكم الله ومع ذلك تطيع فلانا في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله. القسم الثاني: أن تعلم حكم الله، الخمر دي أو السرقة حرام، وحد السرقة قطع اليد، ده الحد الشرعي. يقوم عالم من العلماء يقول السرقة حلال، أو أمير من الأمراء يقول لما حد القطع، حد اسجنوه 3 شهور. وأنت تعرف حكم الله وتعرف أن فلانا أحل ما حرم الله فتطيع فلانا وأنت تعلم أنك تعصي الله، يعني أنت شغلك ده شغل هوى، لكن لو قال لك حكم المسألة دي شنو بتقول؟ لا، حكم الله الصح وحكم فلان شنو خطأ،
لكن أنا متابع فلان ده اتباعا للهوى، أو لأني زعلان من فلان داك وده كلامه يعني بضر فلانا، فيتبع الهوى مع إقراره بحكم الله ومع اعتقاده صحة حكم الله وبطلان حكم العلماء أو الأمراء. هذا عاص لله وهو واقع في شرك أصغر. قال الشيخ الفوزان: لا يخرجه عن شنو؟ عن الملة. ده القسم الثاني. القسم الثالث: ألا تعرف حكم الله وتتبع فلانا من العلماء أو من الأمراء وأنت تظن لجهلك أن هذا هو حكم الله، فهذا يعذر بجهله. ما في قسم رابع الأقسام الثلاثة، وده التفصيل الصحيح لها وبتجي الأدلة. تاني أي تكفيري ولا في المقابل مرجئ يقول لك خلاف الكلام ده، أنا بديك دليل قوي جدا بلخص لك المسائل الثلاثة إن شاء الله تعالى. طيب، وهذا الدليل يمر بنا في هذا الباب. يبقى يا جماعة دي ثلاثة أقسام: ده حكم الله والتعارف، والعالم الفلاني أحل ما حرم الله، وأنت تتبع العالم الفلاني، مش تتبعه فعلا فقط، تتبعه فعلا واعتقادا، وتخالف حكم الله، فأنت كافر كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. القسم الثاني: تتبعه للهوى، وإذا سئلت عن حكم الله تقول حكم الله كذا خلاف كلام العالم اللي اتبعته، وإنما اتباعا للهوى، فأنت عاص لله لكن لا تصل حد الكفر المخرج عن ملة الإسلام. القسم الثالث: أن تكون جاهلا بحكم الله فيقول لك فلان من العلماء أو ممن تظن أنه من العلماء إلى آخره حكم الله كذا، وأنت تجهل فتتبعه مع جهلك، فتعذر بالجهل ولا تكفر. طيب، قال: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليه، يوشك بضم الياء وبكسر الشين، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر أورده الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وهو في مسألة الحج والعمرة. كان أبو بكر وعمر يريان الإفراد بالحج، وكان ابن عباس رضي الله عنهما عنه وعن أبيه يرى وجوب التمتع، فيجمع بين العمرة والحج. واجتهاد أبي بكر وعمر قصدهما من هذا الاجتهاد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لأنهما لا يريدان خلو البيت من الناس في غير أيام الحج. قالوا: لو الزول حج واعتمر في نفس أيام الحج يبقى باقي الشهور ما بيجي لي عمره، لأنه عمر في أيام شنو؟ الحج، وكذي الكعبة بتفضى من شنو؟ المعتمرين. هذا اجتهاد، والعلماء قالوا: لا اجتهاد مع شنو؟ مع النص. إذا جاء النص فلا اجتهاد، لا يقبل الاجتهاد الذي يخالف النص. لكن هذا العذر لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن الحديث لم يبلغهما. طيب، ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه من تعظيمه للسنة قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي بسبب غضب الله وسخطه، لأنكم قدمتم كلام أبي بكر وعمر على كلام منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذا جماعة الزول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال شنو عمر
قال عمر رضي الله عنهما ديز الزول بيقولوا له قال رسول الله، بيقول قال أبو بكر وقال شنو عمر، فما بالك اللي بيقول قال بتلتلة وقال بعتلة وقال فلان. موضوع واضح جدا، وده يوريك اتباع الهوى. زول تناقشوا ساعة ما يقدر يقدم دليل واحد على جواز الدعاء الجماعي بعد الصلاة ولسه يركب الهوى. قبح الله الهوى وأهله. يقول لك شيء ما أي شيء ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام معناه نتركه، أي شيء ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم نتركه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه شنو فانت، ونهانا عن الزيادة في دين الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والترمذي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها. الليلة اللي بيطبق الكلام ده بيشوفوه مشدد، والله ناس غريبين جدا. زول يا جماعة أنا بتعجب، زول في دار الإسلام وقاعد مع المسلمين ويسمع الأذان ويقول أنا مسلم، يطبقوا السنة ويتمسكوا بالسنة، يقول لك أنت مشدد. أنا دار أعرف ده فاهم شنو في الحياة دي. زول تلقاه طالع أربع طوابق فوق، طالع فوق ليه؟ والله عشان أبهي ما بعرف الحيطة فوق، يعني يطلع له سقالة أربع طوابق عشان حاجة زينة بس بهية. نحن لا قلنا لك أطلع عمارة ولا أركب عربية، السنة في الوقت دي بالراحة طبقها. تقول مشدد، بس مشدد أنا ولا بتاع السقالة ده في بهية طالع فوق، أنا في الأرض دي مطبق السنة يتضايقوا مني. ويقول لك بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكثر بلد في العالم في الرادي يجيبوا لك بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر بلد بحب الرسول صلى الله عليه وسلم بيبغضوا شكل النبي عليه الصلاة والسلام، شكله بيبغضوه. لأنه لو سألوك شكله شنو، لو قال لك شكل الرسول عليه الصلاة والسلام شنو، لابس مرقع مربوط في النص بلف كراع واحد، تقول لا حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم. أصحابه بدقدقوا تل 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 ياسسيو كشلو كشلو، ولك حاشا وكلا. كان يحب البياض صلى الله عليه وسلم، كان مقصر الإزار، كان كث اللحية. حتى في مدايحنا البدعية في مواسمنا البدعية بيقولوها، وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، هو لا كث ولا خفيف. ما في ذاته معقول يا أخي؟ يتضايق من السنة ومن مظهرها، ويحب البدعة ويقاتل عليها. البدعة يقاتل عليها، يقول له خلونا زي ما دايرين، خلونا زي ما دايرين. طيب لو دوروا حفلة جوا الجامع بتخليها؟ لا ما بخليها، بمرقها برا. طيب البدعة ليه جوا المسجد؟ ليه؟ يقول لك انتوا وكذا 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 وكذا. هم في توحيد يدوك ثلاثة عكاكيز في أضانك، هم يسسي مسجد مساجده، قول الله واحد ونادوا الله وما تنادوا شيوخ. شوف يمدوك عكاكيز، تعال مد يدك لي، والله الذي لا إله غيره. واحد من إخواننا هنا والتاني قاعد هسه بيحضر في الدرس، ماشي مسجد قريب هنا، أخونا ده قال لي وعاتي ما شاء الله المسجد شت، وقال لي جابوا عتاولة استعانوا بهم، قال لي جابوا عتاولة مخاليق أنا أول مرة في حياتي أشوفهم. وأخونا ده عاتي هنا ونطول ما عارف، والمهم لموا فيه عكاكيز وقال لي حديد بيضرب، قال لي بس أنا عامل ويضرب. واحد تاني برضو قاعد برضو في الشكل برضو هذا قاعد، يا ما له السبب شنو؟ الله واحد بس. يا جماعة الكلام ده طويل جدا وكلام مؤسف جدا وكلام والله مؤلم، والله نخشى على هذه. وأنا والله لما أذكر الصحابة بستغرب، لأنه ديل يا جماعة ناس فيهم القوي وفيهم العرف بالكرم، كلهم كرم، وفيهم العرف بالرقة، فيهم العرف بالشدة، كلهم بقبائلهم الصحابة بأعمارهم
بأشكالهم ببلادهم كلهم على نمط واحد إذا صح التعبير وعلى منوال واحد أعملوا كذي. المدينة كت في البخاري ومسلم، المدينة كلها في البخاري ومسلم، قال لهم أهجروا كعب ابن مالك، أهجروه ما بزول يسلم عليه كت، ولا بالدس ما بزول بيسلم عليه، مدينة كاملة ما فيها زول خالف. هذه مش مدينة ولا حي، الصف الأول في 20 بخالفه، واحد بس ولا نفرين بيطبق، معقول يا أخي؟ شو الصحابة ذي الخشوا في الإسلام ما سكوا كله، أعملوا كذي ولا بجادلوا، سمعنا وأطعنا، أعملوا كذا 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 كذا، طوالي بيمشوا يطبق، ولا يرفع صوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة بدعة يفروا منا. الآن الخلاف تماما، أي شيء بيجيبوا زي ما هو، لو طاحونا خسرانا ما لكن هبشتها براي مكانيكي ده تاني ما بيشتغل، يمشي يجيب له واحد يجي يهبشها له، لو عربية خسرت يجيب له واحد ده ما بعرف بتاع اوتوماتيك وده بتاع تعاشيك ساي وده جاز وده بنزين يجيبها له، لو عين واجعه ما بيمشي لدكتور أسنان يمشي لدكتور عيون لأنه ما بلخبط. أي شيء بخده في الدين ده يلغوسه كده ينظر بس، والله عظيم ما في شيء، عظيم ما في شيء، وجبريل بينزل من السماء بحكم عليه السلام في الدين. انت بس اظن ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى. اي شيء تبدي تتمناه تلقاه، انت عبد لله. انا داري اعرف الناس اللي بيركزوا في الكلمه دي 200، انت عبد لله، افهم النقطه دي، عبد يعني عندك سيد، وطالما عندك سيد وانت قلت انا مسلم يبقى تسلم له، امشي يمين تمشي يمين، اقيف تقيف، اقعد تقعد، ما تقول عندي وجع كرعين وما قادر اسوي، اللي بيقولوا لك الله تطبقه. بعد ذاك الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، فالعبد لا يقدم كلام احد من الناس على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى: من صح عنده الإسناد ثم خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. خالفه ليس مجرد المخالفة الفعلية وهو يعتقد الحكم الشرعي، وإنما قال بخلافه، قال بخلاف الحكم. رسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات جمع محدثة، يعني الشيء الجديد ما تسووه. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: من أحدث، جاب شيء جديد في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية في مسلم، في مسلم بالإسناد وفي البخاري معلقا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. ودي حجة، اي زول جاب بدعه هو المطالب بالدليل، مش انت اللي بتقول له ما تعمله، لانه انت بتقول له ما تعمله لانه جيب لنا الدليل. قل هاتوا برهانكم ان كنتم شنو؟ صادقين. وانت اللي عملت البدعه انت المطالب بالدليل، لانك انت اتيت بشيء تتعبد به لله سبحانه وتعالى، انت مطالب بالدليل. الزول قال له صلي في جماعه ليه؟ ما تصلي في جماعة دي بدعة، بيقول لا بصلي في جماعة، بيقول لا دي بدعة، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. كذي بقت سنة لأنه عنده فيها شنو؟ دليل. زول قالوا له ما تصلي الضحى لأنها بدعة، بيقول لا ما بدعة، الدليل في صحيح مسلم عن أبي ذر
رضي الله عنه ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. خلاص أثبت إن هذه سنة. أي شيء في الدين ده فيه دليل، ما في شيء ساد، أي شيء فيه دليل. أمين ما تلقى الشيء ما فيه دليل أعرفه ده شيء جديد محدث وده بدعة، ما بجوز لك تتعبد لي الله به، ما بجوز. طيب، وقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. عرفوا الإسناد، والإسناد هو علم الرواة، الإسناد هو علم الرواة، عن فلان عن فلان عن فلان من الراوي الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من مسلم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، من أبي داود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. الرجال ديل ده الإسناد. الإسناد لما يكون صحيح، صحيح كيف؟ متصل ما منقطع، يعني فلان عن فلان عن فلان، ما في زول في النص، ما فيش، متصل. واحد. اثنين، الرواة عدول، ناس عدول، ما فيهم الكذاب ولا فيهم كذا الكافر، ولا عدول، عدل. ثلاثة، العدل ذاته ضابط، ضبطا تاما صحيح، ضبطا أخف من التمام، يعني أقل حسن، يعني ممكن يكون زول ما كذاب لكن بينسى، يكون زول عدل ويكون ضابط ضبطا تاما من أوله إلى منتهى، من غير شذوذ ولا علة قادحة. كذا دي توفرت شروط الحديث الصحيح. الحديث صحيح، الحديث ده لما يكون سنده صحيح والمتن ما منسوخ، يعني ما منسوخ، ما تغير الحكم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ده بعد ده ما بجوز لك تمشي لفلان وإلا من الناس تشيل الحديث تعمل به. طيب، قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. الإمام أحمد قال: والله أنا بتعجب من الناس عارفين الحديث ده صحيح، سندوا ليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ده تقول لهم الحديث، يقول لك سفيان الثوري قال كذا. قال: أنا بتعجب من الناس سفيان الثوري، مع علمي ومكانتي ورسوخه رحمه الله تعالى، نحسبه والله حسيبه. قال: ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، أي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، بكسر اللام، فيهلك. فالزول اللي بيخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو متوعد بعقوبتين: أن تصيبهم فتنة في القلوب، أو عذاب أليم في الأبدان، إما عاجلا في الحياة أو بعد الممات بدخول النار، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. يوريك خطورة تقديم أقوال العلماء أو الأمراء أو السادة أو القادة على قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ده الحديث الآن قبل قاصده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، لأنه في بعض التكفيريين سمعت، لقيت لهم تعليق، قالوا نحن منتظرين، لقيت والله التعليق ده، قالوا منتظرين الباب ده بعدي، ها بتمشي وين؟ بنمشي وين؟ أنا الحق ده بنقوله، نمشي وين؟ بنمشي الفتحاب، ماشيين وين يعني؟ ما قاعدين في الفتحاب. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه:
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. هو عدي ابن حاتم الطائي من العرب، لكنه تنصر قديما، تنصر صار على دين النصرانية، ثم هداه الله للإسلام فأسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في آيات ثانية سبحانه وتعالى دي سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: فقلت له للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم، لم نكن نعبدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله؟ ما قال فتتبعوهم، قال فتحرمونه. فتحرمونه، يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. حديث ده بوريك يا جماعة، تفضل، بوريك إنه مسألة التحليل والتحريم لمن استحل هذا الأمر أنه يكفر كفرا أكبر، أما الذي لا يستحله وإنما يفعله عن هوى وهو يعلم أنه عاص لله تعالى، فهذا لا يكفر الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. طيب، والحديث ده حجة في الباب، حجة قوية جدا. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار جمع حبر العالم، والرهبان جمع راهب العابد، أربابا من دون الله في مسألة الحكم، في مسألة التشريع والحكم إلى غير ذلك، والمسيح ابن مريم في مسألة العبادة، وإلا فإن المسيح ابن مريم لم يحل لهم ما حرم الله ولم يحرم عليهم ما أحل الله، وإنما هم غلوا فيه فعبدوه من دون الله. وإذا زول عبد نبيا من الأنبياء كعيسى عليه السلام غلا فيه فكفره الله، فكيف بمن يغلو في من هو دون عيسى عليه السلام؟ إذا زول يا جماعة البغلو في عيسى عليه السلام الله كفره، البديو حق الله تعالى ادي لي نبي من الأنبياء كفره الله، فكيف بمن يعطي حق الله لغير نبي من الأنبياء؟ دليل دليل، الله بيعلم الغيب، يقولوا الشيوخ بيعلموا الغيب، الله بيدي الجنة، يقولوا نا الشيخ فلان بيدي الجنة في بحر هنا، الله يعلم السر وأخفى، يقولوا شيخ فلان بيكشف في الضمير وفي القلب بيكشف، الله بنجي من الكرب وفي المصائب يقولوا فلان بنجي من المصائب وفي الكرب ومن الكرب. هذا يا جماعة شرك بالله تعالى. والله أنا بستغرب بس لو زول عقيدته في شيخ من الشيوخ لاقاه نصراني داري ناقشه، البغلب الثاني منه أنا داري أعرف، البغلب الثاني منه ده بيقول لي أنتوا بتغلوا في عيسى عليه السلام، ذاك بيقول لي أنتوا بتغلوا في المكاشف أعظم ياتو، بس نندان نعرف أعرف. يقول لك لا، ما هم قالوا عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام إله مع الله تعالى، وانت قال ديل قالوا فلان بيعلم الغيب بس هذه براءة كفاية، لكن ديل قالوا كلام بس الناس ما قرأت الكتب، كتاب طبقات والضيف الله صفحة 116 ومطبعة آخر طبعة 2012 قبل 5 سنوات، قبل 7 سنوات، قال فيه صفحة 116: قال الشيخ إدريس طبقات الأولياء على 3 أقسام،
صغرى ووسطى وكبرى. فالصغرى أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات، والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون، وهذا مقام دفع الله ولدي. هو ولده بقول كلمة دفع الله ولدي. قال والكبرى القطبانية، ده قطب قال. قال وقال الشيخ بلل الشيب ولد الطالب، قال واعلم يا ولدي في نفس الصفحة والله الذي لا إله غيره، صفحة 116، بس لو عندك الكتاب افتح جزاك الله. قال واعلم يا ولدي أن اسم أبوي دفع الله، أن اسم أبوي دفع الله هو اسم الله الأعظم. قال وكان إذا أراد أن يكتب حجابا كتب فيه جميعه دفع الله الحجاب، كتب فيه دفع الله. ده كتاب ده أنا بديك 5 كتب أمسكها واحد واحد. ده الكتاب الأول. الكتاب الثاني ده طبعوه في بيروت، في بيروت صفحة 427، شيخ اسمه محمد الفرغلي، واحد ثاني اسمه محمد الحضري، الاثنين بديك كلامهم. الفرغلي قال كنت كثيرا ما أمشي بين يدي الله تعالى تحت العرش فأقول له كذا ويقول لي كذا. وقال الشيخ مخيمر النقيب بعد أن خطف التمساح ابنته جاء إلى الشيخ محمد الفرغلي وقال له يا شيخ إن التمساح خطف ابنتي. دار أوريك الغلو الغلو. قال فأمره بأن يذهب إلى البحر وينادي بأعلى صوتي يا تمساح تعال كلم الفرغلي. قال فذهب إلى البحر فقال يا تمساح تعال كلم الفرغلي. قال فخرج التمساح كالمركب، كذي مكتوبة في الكتاب، قال كالمركب والخلق عن يمينه وشماله جارية حتى وقف بباب الشيخ. تمساح ذاته بعرف بيت الشيخ والله. قال فخرج الشيخ فقال للحداد، أمر الحداد بقلع جميع أسنانه، قال لكسر أسنان التمساح ذا. قال فكسر أسنانه. قال ثم أمره بلفظها، قال فخرجت حية مدهوشة، البيت بعد قرمشة التمساح، قال خرجت حية مدهوشة. فقال له لا تعود تخطف إنسانا وأنا حي. قال لتاني أنا في البلد دي قاعد تمزح، شوف لك رزق في محل تاني. قال فرجع إلى البحر ودموعه تسيل. تمساح يا عم نصر بكو، تمساح بكو. هذا يا جماعة هذا كلام ها؟ هذا ده في جنبه، ده الفرغلي، ذاك الحضري ذاك جابه كبيره، ويزو شاك في كلامنا يرجع للكتب دي. ذاك الحضري ده قال في ترجمته، قال واخبرني ابو الفضل السرسي انه جاءهم يوم الجمعه، الحضري ده جاءهم يوم الجمعه، قال فسالوه الخطبه، قال له عليك الله الشيخ الدين خطبه. قال فطلع المنبر فقال بسم الله، فطلع المنبر باللفظه دي. قال فحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. كذي مكتوب، ده دين، ده الكتاب رقم 2. الكتاب رقم 3 دي بتاعت القوم، وأي زول بعد ذاك يتعصب لهم ده ما ترجو فيه خير والله، ما فيه خير والله. شوف مش لو جاء قبل الأذان الأول، لو بيت جوا الجامع، شوف ده يتعصب ليديل بعد الكلام ده. ودي كتب انت ارجع لها عشان تشوفنا كذابين ولا صادقين. الكتاب رقم 3 بالصفحه بجيبه لك، اسمه الفيوضات الربانيه في المآثر والاوراد القادريه، بديك في موضعين بس. الاول صفحه 45 44 45 والثاني الصفحه الثانيه في نفس الكتاب، وطبعوه في القاهره في مصر شارع الدراسة، شارع الدراسة دار الكتب بمصر في القاهرة، صفحة 44 ل 45، والصفحة الثانية صفحة 114. في الأولى ديك
قال إذا ألمت بك مصيبة أو أصابك هم فإنك تقول شنو؟ قال تصلي لله 11 ركعة، وفي كل ركعة تقرأ الفاتحة والإخلاص 11 مرة، 11 مرة تقرأ الإخلاص. قال ثم تخطو 11 خطوة إلى جهة العراق، فتقول في الخطوة الأولى يا شيخ محي الدين، وفي الثانية يا مولانا محي الدين، وفي الثالثة يا غوث محي الدين، إلى أن قال وفي السادسة يا خواجة محي الدين، لحد ما مشى 11 قال وفي 11 يا شيخ الثقلين مولانا محي الدين أغثني. بيستغيثوا بمحي الدين ولا بيستغيثوا بالله؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. دي صفحة 44 ل 45، هناك صفحة 114 قال ده ذكر بيقولوا بعد العشاء، ذكر بعد العشاء بعد المغرب، المهم قالوا بيقولوا صفحة 114 قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد، إلى آخره، إلى أن قال يا كاشف الكروب، يا علام الغيوب، يا منشئ السحاب، يا هازم الأحزاب، إلى أن قال بسهسهوب طهطهوب لهوب حمحم ذي العز الشامخ الذي سخر كل شيء. طهطهوب ده شنو؟ ده أنا عارف. سهسهوب ده شنو؟ لهوب ده شنو؟ بلاوي دي كتب، دي كتب القوم يا ناس. ده الدين يدال لله تعالى به، وأشياء كثيرة، قصائد كثيرة جبناها في الدروس دي وما زلنا نقولها إلى أن نلقى الله أو يتوب القوم، ما في حل إن شاء الله تعالى، إلى أن نلقى الله أو يتوب القوم أو نضل، هاي تولى يحصل لنا شيء، بلاوي يا أخ، مصائب يا غلو في البشر، رفعون فوق قدرهم، ولذلك صرفوا لهم أصناف العبادة. زول تلقاه ما يقدر يسافر إلا نمشي للفكي، أسافر ولا ما أسافر؟ ده بتاع مكتب بتشاوره لشنو ده؟ أنا دار أتزوج، هالفكي دي بتنفع ولا ما بتنفع؟ لا دي ما بتنفع وكذا، ما بتنفع بعد أيام تجي تلقى الشيخ خطبه، هذه حلوها كيف؟ بلاوي يا أخ، داير جنة أمشي للشيخ، جاتك كربة الشيخ الحقنا، راحت منك شيء الشيخ شوف لي، والشيخ ده جوكر أي شيء بخش فيه، أنا دار أعرف أي شيء بخش فيه، كلها مصايب يا أخ في البلد دي وبلاوي، معليش نزوي شنو؟ قدر ما قال فيه مسائل. الأولى تفسير آية النور، الأولى تفسير آية النور وهي الآية الأولى، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وهي الآية الثانية، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أنكرها في بداية الأمر لأنه لم يعرف التفصيل، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. طيب الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، الولاية، وعبادة الأحبار اللي هو يقول لك دولي ونصرف له وكذا وكذا، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. المعنى الأول في الخضوع والتذلل والدعاء إلى غير ذلك، والمعنى الثاني في مسألة التحليل والتحريم.